تم اتخاذ قرارات على مستوى مجمع صون أتراك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم وفروع صون أتراك ساربي جي سي بي جي تي بي إناك وكوسيدار الواقفة على الأشغال نتاع هذه المشاريع. التنسيق هذا تضمن أنه نعمل جسر جوي لتسيير تسريع شوية التوريد نتاع التجهيزات المضخات واللوازم واللواحق نتاع المشاريع هذه، والجسر الجوي هذا راح يدوم مدة أسبوعين، يتضمن 10 رحلات، وش يمكننا إن شاء الله باش نكونوا في الموعد المحدد لإنجاز هذه المشاريع. نشهد اليوم بفضل الله وصول أول شحنة من المضخات القادمة من دولة اليابان. هذه الشحنة المتمثلة في مضخات الداعمة المعززة بأنظمة استرجاع الطاقة، والتي تكون في التي ستكون في قلب المحطات الأربعة: محطة الطرف، محطة بجاية، محطة كاب جنات، ومحطة فوكا. اليوم نشهد، رانا في المطار الدولي للجزائر، نشهد وصول الشحنة الأولى للمضخات الرئيسية للمحطة. هاي مرانا تواجدة، نستلم هذه المضخات حتى نكمل المشروع ونكون إن شاء الله في الأجال المحددة لتسليم المحطة إن شاء الله. إن شاء الله نقوم بجلب جميع المضخات لتسريع عملية تركيبها في الموقع، ونشكر سيد مديوني على تسهيلات اللي قاموا بها أعضاء الخطوط الجوية الجزائرية والمطار في تسهيل هذه العملية. هذه المضخات يعني في الأصل كانت توريدها عن طريق البحر، وتوصيات حول التوصيات اللي وزير الطاقة والمناجم السيد عرقاب، وتوصيات رئيس المدير العام لمجمع صون أتراك السيد رشيد حشيشي، يعني قمنا بتوريد هذه المضخات ربحا للوقت عن طريق طائرة. أولا نشكر يعني مجمع صون أتراك وكل فرع تاعو على المجهودات اللي هي قايمين بها، توصيات سيد رئيس الجمهورية اللي هي في خدمة الشعب الجزائري نظن صبحت تتجسد اليوم على أرض الواقع. اليوم هي بداية لاستقبال كل هذا يعني اللوازم لتوليد المياه الصالحة للشرب في خدمة المواطنين الجزائريين. نظن النظرة تاع سيد رئيس الجمهورية هي سيتون فيزيون ان بو تري براغماتيك، لان لازم ناخذ بعين الاعتبار لو ريشوفمون كليماتيك اللي اصبح يضر كل المناطق. فاليوم سبحان الله يعني ندو اون برون دو لافونس سور لو طون، ورئيس الجمهورية يعني تعليمات لتسهيل هذا يعني هذا العمل بالنسبة لتوليد المياه الصالحة للشرب. فمطار الجزائر إلا مساهم، وإحنا لنا الشرف أننا اليوم حاضرين مع كل إخوة يعني رؤساء مدراء العامين لفرع صون أتراك لاستقبال الشحنة الأولى. سنبقى مجندين.